حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حفل التكريم الذي أقامته الوزارة في مقر مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات لفوزها بثلاث جوائز في مسابقة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورتها الثالثة، لتضاف إلى سلسلة الإنجازات التعليمية المشرفة لمملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي. في إنجاز تعليمي جديد لمملكة البحرين، فازت مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات بثلاث جوائز في مسابقة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورتها الثالثة، متفوقة على العديد من المدارس المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمبادرة العمل التطوعي والبيئي التي تميزت بها المدرسة، وقام من خلالها عدد من الطالبات بإعادة تدوير المواد المستهلكة واستخدامها في إنشاء حدائق تعليمية داخل المدرسة وخارجها. إنها مناسبة عزيزة وخطوة على طريق الإنجازات تحققها وزارة التربية والتعليم من خلال مدارسها، وأيضا من خلال الطلبة والطالبات من أبنائنا في هذه المدارس سواء حكومية أيضا أو خاصة. في الأخير أن مسيرة التربية والتعليم ولله الحمد أستطيع أقول أنها مسيرة الإنجازات، بغض النظر عن حجم الإنجاز أو نوعه، فهذا يؤشر ويعطي علامة واضحة وبارزة بأن هناك خطوات مدروسة، خطوات تسير في تقدم مستمر. احنا ننظر الى المدارس في كافة المجالات بأنها هي المكان المناسب لرعاية المواهب وأيضا تعزيز الطاقات وإبراز الكفاءات سواء من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة. اليوم مملكة البحرين سجلها في مجال الإنجازات التعليمية مستمر، لن نقف عند حد، فنحن في وزارة تتمتع ولله الحمد بدعم قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها، وهذا الدعم انعكس دائما إيجابا وإنجازا على كافة خطواتنا نحو الأمام. طبعا هذه الإنجازات ليست بغريبة على وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين وعلى منتسبيها لما يقدموه من تفان وإخلاص في العمل ومن أجل تطوير البيئة التعليمية والتعلمية، فنحن فخورين جدا بمدرسة زنوبيا اليوم على ما أنجزته في الدورات الثلاث السابقة وتحديدا في الدورة الأخيرة بفوزها بالمشروع الأخير. وكانت الجائزة الأولى في مجال المبادرات الطلابية التطوعية عبر مبادرة سواعد تساعد، إضافة إلى جائزتي أفضل مشرف نظام والمعلم الأكثر تفاعلاً، واللتان تمنحان للمعلمين المتميزين في تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بالمدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج. الاحتفال والاحتفاء في مملكة البحرين في وزارة التربية والتعليم بالعديد من الإنجازات، ليس فقط هذه المسابقة اللي حضرنا تكريمها من قبل سعادة الوزير، ولكن أيضا الكثير من الفعاليات منها التمز والبيرز والمسابقات المختلفة اللي تم تنظيمها ليس فقط على مستوى البحرين أو مستوى الإقليم ولكن على مستوى العالم. احنا فزنا في ثلاثة مبادرات شاركنا فيها، كانت المبادرة الأولى فينا الخير، والمبادرة الثانية كانت عن الروبوتكس، والمبادرة الثالثة كانت سواعد تساعد. طبعا المبادرات كلها كانت تهدف إلى تشجيع وتعزيز قيمة العمل التطوعي، الاستفادة من المواد اللي موجودة في البيئة، إعادة تدويرها، وطبعا يعد ما حققناه هو إنجاز كبير بالنسبة للمدرسة ومفخرة صراحة لنا وحق طاقمنا اللي موجود في المدرسة. عملنا هو عمل تطوعي، طبعا هني انقسم العمل التطوعي لعدة أقسام، عندكم زرنا مرضى السرطان، عدلنا جملنا البيئة المدرسية وخليناها تعليمية وآمنة في نفس الوقت. سر فوزنا بهالجائزة وسر تميزنا فيها أن احنا صممنا وايد مشاريع، وأهمها ثلاث مشاريع داخلية، ثلاث حدائق داخلية اللي هما حديقة المواطنة وحديقة أليس اللي كانت تعرف الطالبات بقوانين الانضباط اللي يمكن الأغلب ما كان يعرفها وايد، وإحنا سويناها بشكل مرح شوي بالإضافة إلى الأنشطة الخارجية اللي سويناها برا المدرسة، ومنها ان احنا زرنا مرضى السرطان وزرنا دار بتلكو لرعاية الأطفال.
هذا وقد اشتمل الحفل على فيلم قصير حول إنجازات مدرسة زنوبيا ضمن هذه الشبكة من المدارس منذ انضمامها إليها في العام الدراسي 2013-2014. فعلاوة على ما حققته من إنجاز في الدورة الثالثة، فقد سبق لها الفوز في الدورة الأولى بمبادرة طلابية في المجال الاجتماعي بعنوان فينا الخير. أما في الدورة الثانية فقد فازت بمبادرة في المجال العلمي، وهي التدريب على تركيب وبرمجة الريبورت المتحرك. ويتم تحكيم المبادرات المقدمة للمسابقة من قبل لجنة متخصصة في ضوء معايير الجدة والابتكار ومدى الانتفاع بالمبادرة وقابليتها للتطوير ومدى جودة التنفيذ.